السلام عليكم يا احلى متابعين واحلى زهرات، وعاود وليت لكم في فيديو جديد بعد غياب طويل طويل طويل. كنت فقط صورت فيديوهات وكنت نعملها في مونتاج، خاصة فلوجات. صراحة حبيت ننوع الآن في الفيديوهات، بما أني أطلت عليكم شوية قلت نوري لكم المشتريات اللي اشتريتها من روسيا، لكن هذه المشتريات هي مشتريات فقط تجميلية، يعني اللي تخص الجمال وهذا الشيء، يعني مواد تجميلية وأشياء مثل هذا القبيل. لأنه لو نعمل كل المشتريات راح يجي الفيديو طويل كثيرا، لهذا مع هذا راح ربما يجي الفيديو طويل. حبيت أيضا أنه الفيديو يكون عفوي، ما استكيتش روحي، كان الفيغني من الأول ولبست غير هذه الشي هكا غي على حسابه. المهم خلونا في المفيد. عندي هذول لي دو بوكس، يعني صندوقين عملتهم بالمشتريات، كاني استعملتهم، كاني خلاصو خلي خلاصو. كان هذا البوكس، خش تصور، كان هذا البوكس وهذا البوكس، هنصور لكم من فوق. كاين هذا البوكس وهذا البوكس، راهم معمرين. بون هذا فيه شويه منتجات كانوا من قبل، برك باش نعمر فيه لكي املأه بالمشتريات جبته معايا. وهذا البوكس فيه مشتريات، المشتريات كبار لهذا اخذوا يعني المتسع. راح نجرب اني نفرقه لكم ماسكات وحدهم واشياء مثل هذا القبيل. المهم تابعوا الفيديو للاخير لتكتشفوا ماذا اشتريت ولماذا اشتريتهم. المهم اولا راح اوريكم هذا المنتج، اللي متابعيني في انستغرام ربما يكونوا شافوا الكثير من هذه المنتجات، لهذا اذا حبيتوا تشوفوا كل جديدي تابعوني على انستغرام، انستغرامي اسمه اسيلسيل. المهم اول منتج ربما كاين هنا في الجزائر، لكن بالنسبة لي لاحظت انه هناك في روسيا ما لقيتوش متوفر بكثرة، لهذا لما لقيت اشتريت واحد والان انا استعمله. هذا جل الصبار. احنا في الجزائر عندنا الصبار، يعني طبيعي نقدروا انه نستخلصوا منه هذا الجل وبطريقة طبيعية ويكون امن وافضل بكثير. اكيد اشتريت هذا، ولما عاد زوجي من السفر احضر لي عبوة ثانية لانه عجبني. هذا يستعمل للبشرة وللشعر، عنده مميزات كثيرة، يعني ما نبقاش نحكي لكم على المميزات لانه راح يجي الفيديو طويل. مرطب للبشرة ويحمي من الحروق، وايضا مفيد للشعر خاصة الاطراف، راح يحميها من التقصف. اشتريت هذا الماسك، ربما شفتوه ايضا وعملت فيديو انا من قبل، جربت فيه واحد الماسك الكوري لكن هذا الفيديو انمسح. المهم وكنت وريت هذا المنتج، هذا المنتج اشتريت منه اثنين، اشتريت منه المرة الاولى واستعملته لما عجبني، طلبت من زوجي انه يحضر لي العبوة الثانية. كما قلت ايضا هو ماسك وغسول للوجه ومقشر للوجه بمستخلصات الفحم، ثلاثة في واحد. هذا من ماركة غارني، هذه الماركة معروفة يعني وغنية عن التعريف، ويوجد مثله في الجزائر لكن ما فيش الحبيبات مثل هذا. حتى اللي موجود في الجزائر واستعملته من قبل اعجبني كثيرا، لهذا انصح انكم تشتروه. ايضا اشتريت هذا الغسول، ربما شفتوه ايضا بمستخلصات الطحالب، وهو غسول يومي للبشرة. اول شيء حسيت انه ينشف البشرة، لكن صراحة عجبني، هو من ماركة لورين. الان بالنسبة لمرطبات، يعني عندي هذا مرطب للبشرة، هذا للبشرة الحساسة، صراحة انا فادني كثيرا لكنه خلاص لي، بقى لي يعني قليلا، كل يوم نعصر نعصر يعني احاول استخراج البقايا. واشتريت هذا، اتذكر اني لما تحدثت عليه في فيديو سابق اللي جربت فيه ماسك كوري قلت انه بمستخلصات الخيار، لكنه صراحة لما استعملته على بشرتي وشميت ريحته، هو ليس بمستخلصات الخيار لكن رائحته رائحة البطيخ الأحمر، صراحة عجبتني الرائحة جدا. ومفعول هذا ليس مثل مفعول هذا أبدا، ليست نفس
تكستور ولا كيف نقولوا يعني الملمس ليس نفسه. هذا صراحة رائع وهذا أيضا رائع وعجبوني الاثنين. الشيء اللي ما عجبنيش فيهم أنه يترك يعني طبقة سميكة على البشرة، ربما أنا لأني مكثر وضع الكريمات على بشرتي، لأني صراحة استعملهم في الليل لما أروح أنام، وصراحة أحس بإشراقة في بشرتي، وما كانوش غاليين أبدا أبدا، كانوا ربما 50 روبلي. لما نقول 50 روبلي بالدينار الجزائري 135 دينار جزائري، يعني 13000 فقط للواحد. وأيضا شريت مرطب، هذا من ماركة لورين أيضا، وأيضا اشتريت مرطب لليدين، شفتوهم وعملت أيضا مسابقة على هذه النوعية من المرطبات، مرطب لليدين. هذا المرطب جد رائع بنات، وأنا هذا رائحته رائحة العسل، رائحته قوية. هناك ناس عجبتهم الرائحة وناس ما عجبتهمش الرائحة، يعني الناس أذواق. صراحة أنا عجبتني الرائحة، ولما نحس أنه بشرة تاع يدية يعني ناشفة وجافة لما استعمله، يعني لا احتاج اني اعيد مرات ومرات عديدة. يكفيني استعمال مرة واحدة في اليوم ربما، او حتى في اليومين. صراحة عجبتني كثيرا هذه المرطبات. نذهب الان للعطور. العطور اشتريت مزيلات العرق، هذا مزيل العرق من غاغني، رائحته ولا اروع، عجبني كثيرا كثيرا. هذه العبوة انتهت يعني اكملتها، اشترى لي زوجي عبوة ثانية. وايضا مزيلات الرائحة من ماليزيا فريش كير، ايضا رائعة برائحة الخيار، هذه رائعة جدا ايضا. استعملت واحدة واكملتها، واشترى لي زوجي اثنين اخرين من ماليزيا. صراحة بنات عجبوني عجبوني عجبوني. كما تعرفوا انه ماليزيا وسيشيل يعني ديودرنت الخاصة بهم جد رائعة، وغاغني هذه عجبتني كثيرا، منعشة ويعني رائحة لطيفة جدا، وتحسوا يعني بالانتعاش ولا تترك اثار ابدا ابدا على الملابس، عجبتني كثيرا. المهم نروح ايضا للبرفيومز. اشتريت برفيومز. فيما يخص البرفيومز اي العطور، العطور صراحة هذا افضل عطر يعني لي، وهذا هو العطر المفضل لي في الوقت الحالي، اسمه نارسيسو كما راكم تشاهدوا. اللي متابعيني على انستغرام ربما يكونوا شافوه. العبوة صغيرة جدا وغالي، وجدت انه يباع على موقع جوميا، لهذا انصحكم انكم تشتروه. صراحة بنات رائعة، عطر رائع جدا لا يوصف، رائع يعني لا اعلم، انا اعجبني هذا العطر صراحة، حسيته رومانسي، حسيته حلو خفيف، في اشياء ومواصفات كثيرة انا تكلمت عليه في انستغرام، وقلت ما بماذا يتكون، يعني ربما المسك الايرلندي. صراحة أنا أستعمل وحدة التطبيق لكي أعرف مكونات المنتجات، لهذا السبب أكتب لكم كل تفاصيل في الإنستغرام. وإذا حبيتوا أني أتعمق في شرحي للمنتجات أطلبوا لي المنتجات اللي تحبوا أني نتحدث عنها أكثر. عطر نارسيسو كان من أفضل العطور اللي جربتها في هذه الفترة، كما أني اشتريت هذا العطر من تيفاني أند كو، هذا العطر ايضا رائع بنات وخفيف، تحسوا انه ريحته يعني خفيفة ويعني ليست ذيك القوية التي ربما تحسوها انها تغمكم او شيء من هذا القبيل، لكن هذه البرفيوم رائعة ورائحتها كرائحة الحمضيات، انا عجبتني ايضا، رائعة بنات رائعة، ايضا انصحكم بشرائها، تيفاني أند كو جد رائعة أيضا. العبوات صغيرة جدا والأثمان غالية الصراحة.
لكن هذه العطور يعني تستاهل ثمنها، لأنها عطور يعني صح صح رائعة، منش نشكر باطل. يوجد هذه العطور، هذه النوعية من العطورات، هذا عطر أحمر، هذا ولا مرة شميته، لا أكذب عليكم، لأنه زوجي هذه المرة لما جاء اشترى هذا عطر اسمه بارفيوم، هاشتاج بارفيوم. كل بارفيوم عندها هاشتاجها الخاص، هذه هاشتاج I love you اللي شميتها، يعني هي هذه هاشتاج دريم فور ايفر، صراحة رائعة عجبتني، يعني ثمنها يعني مقارنة بثمنها، ثمنها رخيص ورائحتها رائعة أيضا عجبتني، وقدمت هدية لأختي منها وأعجبتها أيضا. يعني هذه كل العطور اللي عندي حاليا، يعني هذه ليست بالضرورة حتكون لي، ربما تكون هدايا أو شيء من هذا القبيل. العطرين الآخرين هما عطرين أنا أستعملهم شخصيا واستعملتهم ورايحين يخلصوا. نروح للماسكات، وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. الفيديو كان طويل لهذا جزأته إلى قسمين لكي لا تملوا، لكن التكملة راح تكون إما غدا أو بعد غد، لذا لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لتدعموني أكثر، مع تفعيل الجرس لكي يوصلكم الإشعار فور تنزيلي للفيديو. مع السلامة.